أبدأ بالوضع الاستراتيجي ذاته. جميل. يمكن نحن أول خطة استراتيجية في الإنقاذ دي كانت في 1992-2002 الخطة العشرية. زي ما قال الدكتور نايل الخطة دي العشر سنوات دي يمكن المسؤولين ما استوعبوا هذه الخطة ويمكن جزء كبير جدا حتى يمكن ما قرأ. فقط في التقارير بتجي إشارة للخطة العشرية مش عارف كده في التقرير. لكن في الخطة وأهدافها وبرامجها ما كانت مهضومة ولا في زول انترست فيها أو كده في الجانب ده. ودي كانت واحدة من العلل. ده بدل على شنو يا دكتور علي؟ نحن ما استراتيجيين أصلا، يعني بطبع الأنظمة بتاعتنا دي ما بتميل إلى الالتزام بالاستراتيجيات بتاعتها. حتى البرامج القصيرة الأجل زي البرنامج الثلاثي والبرنامج الخماسي هسه يمكن المفروض ينتهي في 2020 دي، يمكن تقييمه في يعني نهاية الأمر بيبقى أقل من 50%. الخطة الخمسية بتاعت الخطة النصف القرنية دي يمكن أفضل تقييم كان 54% وكان مشكوك جدا في صحة أنه 54% بالنسبة لي، يعني الناس يتحدثوا عن نسبة بسيطة جدا في المسألة. فيبدو أنه الناس ما مثقفين تجاه الالتزام بالتخطيط الاستراتيجي بالرغم ما بذل، يعني أخواننا الاستراتيجيين ما بذلوه كده للآخر مثلا. لكن في بشكل عام يمكن النظام الفيدرالي من البداية واجه إشكالات. ما هو أصلا بدأ بقسمة السلطة والثروة. قسمة السلطة مشت وبقى الوالي من الولاية وحكومته ومجلس التشريع إلى آخر المسألة، لكن الموارد المالية بقى فيها ضعف في المستوى ده، مستوى الولايات، وأضعف في مستوى المحليات. القسمة، وأديك مثال مثلا، نحن من 2007 بعد دستور 2005 ده، من 2007 قامت مفوضية التخصيص ومراقبة الإيرادات المالية بتقسم بين ثلاثة مستويات: مستوى القومي، ومستوى جنوب السودان، ومستوى الولائي. ثلاثة مستويات. في كل الأحوال دي الثلاثة مستويات دي النصيب الأكبر بتاع المستوى القومي، بعد ذاك بتجي الولايات، بعد ذاك بيجي جنوب السودان. 2011 بعد ما انفصل الجنوب، من 2011 إلى لحظتنا دي في كل ميزانية سنوية في القسمة المركز ما بقل عن 72%، والولايات كلها 18 ما بيزيد عن 28%. لا يستقيم الأمر ده الوضع إلى هذه اللحظة، وأخشى أنه يستمر يعني لقدام بهذا الشكل يعني. ولذلك الولايات ظلت ضعيفة. الأضعف الولايات، الضعف في الولايات دي أصهر ما يكون في المحليات، لأنه في حسب الدستور في قسمة بين الولاية والمحليات. المحلية لأنها أصلا ما لاقية بتلقى من المركز ما بتنزله تحت. وبعد شوية قامت اتدخلت في اختصاص المحليات الموارد نفسه فأنهت المحليات. المحليات الآن عندنا 189 محلية في السودان تكاد تكون مراكز لتوزيع رواتب. يعني أي محاسب ممكن يقعد في المحلية دي يمسك يوزع رواتب والسلام. حكاية تقديم خدمة وتقديم تنمية وشراكة شعبية بقت ما في المحلية. هذا ماذا يعني؟ يعني فشل ولا يعني ماذا؟ لا فشل. فشل ما في أي كلام. أنا على فكرة ضابط مجلس الأصل يعني بدايتي كده يعني. ولذلك الحكم المحلي يتعرض لتدهور شديد جدا. تبع التدهور بتاعه ده ضعف في تدريب كوادره، وعلى رأس ذلك الضباط الإداريين. ما فيش تدريب لأنه ما في مهمة، ولذلك حصل تراجع كبير جدا في المستوى ده، ده المستوى القاعدة اللي بيقوم على الحكم. الحكم بعد ذاك بدأ زي فقد الرجلين كده، تحت بقت تعبانة جدا، تحرك بعجلة. أيوة. ودي واحدة المشاكل. فالمسألة بتاعت قسمة الإيرادات هي واحدة من الإشكالات اللي أضعفت النظام الفيدرالي جدا، لأنه النظام الفيدرالي بيقوم أصلا نجاحه على التماهي بين الفيدرالية السياسية والفيدرالية المالية. لما يكون متلازمات ومتوافقات هنا في نجاح، بقدر ما تباعدا بيكون في فشل.